مرة أخرى كنتقدموا فيها أمام الساكنة ديال مقاطعة بولاي رشيد من أجل محاربة الفساد والمفسدين الذين عاتوا في هذه المنطقة، واللي كيعتبروها بأنها ضايع ديال البقر، واللي كيعتبروا بأنها مجال أو سوق للبيع والشراء، واللي كيعتبر بأن الساكنة رخيصة وبأن ما عندهاش كرامة وبأنها ما كتبيعش، أنها كتبيع الأصوات ديالها. فالتجاوب ديال المواطنين وكذا عموما يشي بغير ذلك، بحيث الناس عندها كرامتها وعندها الرأي ديالها وستقول كلمتها. نحن نسعى إلى وقف عمليات التزوير وعمليات ديال التدليس التي يقوم بها البعض، وكذلك بعض محاولات شراء الدمام واستعمال بعض البلطجية في مهاجمة الحملات النظيفة، حيث تعرضنا في أحد المناطق إلى سب وقذف وتهديد بالقتل، وكذلك لاحظنا بأن بعض الناس يحصلون بطريقة غير قانونية على إشعارات ديال تسجيل الناخبين او ما كان، وهي تشبه الى حد ما البطاقه السابقه، ويتم استعمالها بطريقه تدليسيه، ويقولون الناس بانهم مبعوثون من طرف السلطه من اجل التصويت على احزاب معينه، وهذه الاحزاب للاسف تستعمل عدد من الاساليب غير القانونيه وغير الديمقراطيه، وكذلك وسائل لوجستيكيه ضخمه، لانه نحن نشكك في مصادر ديال هذه الاموال الضخمه التي تصرف يوميا على الحملات، بحيث تتجاوز عشرات الملايين يوميا، وهو ما يعني اننا امام مافيا استغلت المنطقه وتستغلها وتسعى الى تأبيد سيطرتها عليها، بحيث هذه المنطقه عرفات وفود ناس من خارج المنطقه للترشح هنا، وهذا نعتبره سواء خاصه على مستوى تدبير الشان المحلي كنعتبره بانه نوع من الحقره لابناء المنطقه، بحيث ان الناس كيجيو من عمالات اخرى باش يترشحوا ولا علاقه لهم بالمنطقه، فان بل هناك من هم مرشحون في مناطق اخرى وجاءوا للمنطقه، بما يعني انه باقي هذيك النظره الدونيه، النظره ديال الاحتقار للساكنه، نظره الاحتقار الساكنه ديال مولاي رشيد اللي مازال فيها الواد الحار ما كاينش، اللي مازال فيها الناس ما عندهاش الماء ما عندهاش الضوء، كتعيش خارج الزمن المغربي وخارج عشره القرون الوسطى. لذلك نطالب من الساكنه مره اخرى ان تستيقظ وان تكون جاده في محاربه الفساد والمفسدين، حيث يجب ان يسقطوا، سواء الفساد الذي يتغطى بالدين والذين اساءوا للمنطقه لمده 18 سنه من التسيير العشوائي والتسيير الانفرادي اللي ما اداش، الى درتوا اي جوله بسيطه في المنطقه غتلقى بانها منطقه غير مؤهله تماما على كافه المستويات، بالعكس كيعتبروا بانه هاد الساكنه يمكن تضحك عليها، يمكن انهم يمارسوا عليها نوع من الانانيه على هاد الساكنه. فاحنا تنقولوا للمواطنين والمواطنات ديالنا في هذه المنطقه كفى من اللعبات، كفى من اللعبات، ونقول لهؤلاء الناهبين وهؤلاء اللصوص بانه هذه المنطقه لن تمر هذه المره، وان المنطقه ستتحرر على ايدي ابنائها وبناتها الذين يرفضون اي عمليات بيع او شراء، وسينتصرون للديمقراطيه والاختيار، ونطلب منهم التصويت بكثافه على الورقه.